مرحبا، حاجة زي شعشة مثلا 32 بوصة تعطي على شكل كيك، على شكل كيك، فهي تعمل بجولدنس، لذلك أنا أحمد أنيمون. فأنا أحمد أنيمون مجموعة برامجات واي فاي، وأيضا يمكن توصيل الشاشة باليو اس بي، وأيضا زعلت عن تغير أو تبدل اللغة فيها تدعم لغات مختلفة. تعمل باستخدام برنامج سي ام اس، باستخدام برنامج سي ام اس، فهنا يمكن تقسيم الشاشة في اقسام مختلفة اللي هي بالمنتصف زي ما مثلا بضغط الفيديو وفي الاعلى صورة تحقق الصورة. فباستخدام برامج سي ام اس يمكن تتحكم فيه. ايضا هي سهلة الحركة، فممكن تحركها من مكان لاخر وخفيفة الوزن. فزي ما ملاحظين فهذا زر للتشغيل والايقاف، وايضا مدخل اللان ومدخل اليو اس بي، فهي مدخلان لليو اس بي ومدخل اللان. هذا ما هو مدخل اللان، مدخل اليو اس بي.